ويقول الدكتور الهواري: ثالثا، الردود ممن هو أهل لها لا تكون على أهل الحق، تكون على أهل الباطل. أما أهل الحق ولأنهم غير معصومين فما صدر منهم من زلل أو خطأ يتناصحون فيما بينهم، ولا تكون هناك ردود على المنابر وعلى وفي الساحات وفي الكتابات وفي القنوات. هذا تشهير، وهذا هذا كشف لأوراد الدعوة ولأهلها. فالردود لا تكون سلفيين على سلفيين. وهذا كلام خطير جدا لمن فقه المسألة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلت وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان. قال الراوي: من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. فهذا حمل ابن النابغة من أهل الحق، بل هو خير من جميع السلفيين الموجودين الآن، لأنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس. فهل فعله صلى الله عليه وسلم يعتبر خطأ بناء على فقه الدكتور الهواري؟ لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب، وفقه الدكتور الهواري في هذه المسألة هو الخطير وهو الخطأ وهو الباطل. فعلينا أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورغم كلامه هذا يأتي الدكتور الهواري ويرد على العلامة ربيع بن هادي المدخلي ويصفه بأوصاف لا تليق كما سيأتي، وكذلك ينقص من قدر العلامة عبيد الجابري والعلامة النجمي. أفلا يكون كل ذلك تشهيرا وكشفا لعورات الدعوة؟ أم أن هؤلاء ليسوا سلفيين عند الدكتور الهواري؟ فإن قال: لا، هؤلاء عندي سلفيين، فنقول له: إذا لماذا ترد عليهم؟ وفقهك يا دكتور يقول كما قلت بنفسك: الردود لا تكون سلفيين على سلفيين. ثم ما هو الدليل على هذه القاعدة: الردود لا تكون سلفيين على سلفيين؟ ما هو الدليل عليها من الكتاب والسنة؟ وأضيف أيضا: هل كل هذه المحاضرات التي أقمتها يا دكتور فقه الاختلاف، يا دكتور اختلاف والاختلاف الأولى والثانية والثالثة وفقه الرد على المخالف ولقاءات الدخينات ولقاء جامسكا ولقاء الطالبات بالمزاد ولقاء الطلاب بالمزاد ولقاء الطلاب بالثورة الحارة الأولى ولقاء الطلاب مسجد الفتح الذي أفتى فيه طلاب جامعة السودان بأن لا يتعاونوا معنا كما قال ولو كنا نتكلم في الحق؟ أقول: هل كان كل هذا ردا على أهل بدع ومشركين أم كان ردا على سلفيين؟ يقول الدكتور الهواري: أهم أن تعرف الصلاة باطلة وصحيحة أم صحيحة، ولا أهم أن تعرف محمد حسين أيوب محمد حسين يعقوب مبتدع ولا غير مبتدع؟ الله يسألك عن الأولى ما يسألك عن الثانية. الاثنان مهمان، هذه المسألة وتلك. وكلام الدكتور يشعر بأن معرفة محمد حسين يعقوب مبتدع أو غير مبتدع ليس له أهمية أبدا، بدليل قوله: الله بيسألك عن الأولى الصلاة، يعني الصلاة، ما بيسألك عن الثانية. فإذا كان الأمر عند الدكتور كذلك، فلماذا يقيم اللقاءات والمحاضرات ليثبت فيها أن محمد حسين يعقوب ليس مبتدع؟ إذا كان هذا الكلام غير مهم، فلماذا يكرر تعديله للرجل ويوالي ويعادي من أجله؟ واستمع إلى هذه المجموعة من المحاضرات واللقاءات وهو يصر على تعديل محمد حسين يعقوب فيها. أما محمد حسين يعقوب فأنا يمجي قول واحد هو سلفي، وكل من طعن فيه ما طعن فيه بحق ولا يعرف الرجل، وهو يصر على نشر كلامه وشعاراته. فأنا كما يقول الشيخ محمد حسين يعقوب: والله إني لو أحبكم في الله